السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الدرس بتاع إدراك الصلاحيات. إدراك الصلاحيات مجرد ما نضغط نقف على عمرو أو حسين أو أي حاجة يظهر لي الصلاحيات بتاعته ونعدل عليها. إظهار الصلاحيات بتاعته هذا الشخص ونعدل عليها. طبعا إحنا كنا الحلقة اللي فاتت عملناها في تيبل 17 اللي هو كويري 17 دوت المطلوب دلوقتي من ده دي حاجة دي. طبعا هو طبعا هو ظاهر دلوقتي الحقل الأول اللي هو سامي ليه عشان ده أول واحد، فاحنا طبعا الكلام ده مش هي في الإدراك. في الإدراك طبعا مش هيظهر سامي، هيظهر حسب ما هو مفتوح في المستخدم، حسب ما هو محدد. يعني أنا دلوقتي هنا حددت، هو طبعا هو ظاهر لي سامي هنا عشان هو أول واحد. أنا طبعا أنا أظهر مجرد ما أقف على أي خانة من خانات دي، أقف على أي خانة من الخانات دي. نوصل للسب فورم ده ازاي؟ طبعا نخش على الديزاين ونخش على القطار الثاني من داخل هذا المساعد، وصلنا بمنتهى السهولة هي الى القطار اللي احنا محددين ان احنا نحدد فيه الكويري 17 دوت. بمنتهى السهولة احنا ممكن نكتب على طول هنا كويري 17، ناخد كده النيم ونكتبها هنا مش اي مشكلة. فهنا ظهرت معانا. هل كده خلصت؟ لا لسه ما خلصتش، لان طبعا كده التحديد لسه مش هيتحدد. هنا طبعا ظهر سامي، وهنا مجرد ما احمد ما تحددش معانا، ما تحددش معانا ليه بقى؟ عشان احنا هنا ما عملناش الكويري الداخلي او المحرك اللي هو يشوفه، يشوف ايه هو ما محدد. يعني طبعا هنا عشان نوصل للعنوان ده، طبعا احنا هنا بنخش على النقطة اللي هي السوداء في المختصة لهذا الكويري الاستعلام، ونخش هنا على الانترول سورس. هو ليه علاقة طبعا بكويري 17. انت عايز تشتغل هنا اشتغل هنا مش اي مشكلة، عايز تشتغل من خلال الكويري 17 نفسه اشتغل. انت عايز تدرك ايه؟ انا عايز اعمل فلتر. طب الفلتر ده فين اللي هنا بيتساوي هنا؟ طبعا في حاجات كتير، يعني مثلا هنا يوزر نيم، فين يوزر نيم اللي هنا اهو؟ يبقى احنا هنحدد الكويري الموجود هنا في اليوزر نيم. تمام كده؟ يبقى احنا هنحدد في المكان ده، هنعمل ايه التصفيه من خلال هذا المكان اليوزر نيم. ليه؟ عشان موجود زيه هنا، موجود زيه هنا اهو. ده هو ده مقصود بده، يعني هو ده. طيب احنا بقى نوصل للمكان ده ازاي، او نعمل تصفية للمكان ده ازاي؟ طبعا يعني هنعرف الاول هو التكست كام، اندكس 33، بعديها على المساعد، اسم المساعد ايه هنا؟ فورم 4، وبعد فورم 4 كويري 15. كويري 15 على طول على ايه؟ على اليوزر نيم. بس احنا هنعمل محاوله كده عشان انا بنسى بسرعه. هنشوف لو احنا لو احنا عملناها من هنا هل هتمشي معانا ولا لا؟ من هنا، هنا طبعا هنا كويري كام؟ هنا كويري 15 على طول على اليوزر نيم. هنشوف لو نفعت معانا يبقى حلو قوي، ووفر لنا وقت جامد جدا. كويري كام؟ مش مشكلة بقى، هو كده كده اصلا هو بيشيل لك كوري واحد بس، هنوقف عليها. بس ده اسمه يوزر نيم، ده اسمه يوزر نيم. يوزر نيم وكريت. طبعا احنا دخلنا من جوه عشان نوفر مساحه، يعني ايه عناوين. طبعا الكلام ده كان في فورم 4، فورم 4 بداخله 2 كويري، في كويري اللي فيه يوزر نيم، ادي يوزر نيم اهو، والكويري الثاني ده في ماشي. خلينا في ده بقى عشان ده بتاع خارجي. والله لو مشي يبقى كده وفر لنا وقت جامد جدا ونسيف.
بس هنا مجرد ما يعني المفروض بقى هنا في تحديث. تعالى بس الاول ونشوف. بص مش قابل، يعني هو كده مش هيقبل معانا، لازم تعمل عنوان من خارج. خارجي. طيب احنا كده جبنا جزء من العنوان. الجزء التاني، طيب احنا هنا الجزء ده الاولاني، احنا عايزين نوصل لحد فورم حتى 4 على الاقل، حتى فورم 4 عايزين نوصل لحد فورم 4. هنبدأ منين بقى؟ هنا من اندكس 33. اندكس ايه؟ 33. وبعد كده معلش نشوف بس ده اسمه ايه هنا، اللي هي شيلد 184 اللي هي فورم 4. بعد كده هنا كوري 15، نوصل بس للعنوان اندكس 33 فورم 4. طبعا احنا كنا عاملين العنوان الاول، هنوصل طب حتى لفورم 4 دلوقتي او الشيلد، اي شيلد، بس احنا وصلنا لحد كام؟ لحد هنا اهو. ونشوف العنوان اللي احنا محطوط او مضاف من هنا. ايوه يبقى احنا هنكمل، شايف الشيلد ده؟ هو ده. فاحنا هنكمل الجزء ده لحد هنا، هو ده العنوان. ليه بقى عنوان طول؟ عشان هو ساكن بعيد شوية، بعيد شوية، بعيد عن الدرجة بتاعته. في ناس والله بتعملها من أسهل ما يمكن، أنا للأسف مش عارف. فلو حد عارف تتعمل إزاي أبسط من كده، يعني يتفضل يعني يقول بتعليق يعني كده يريحنا. الشرح هطل بعد كده. ماشي، يبقى كده احنا وصلنا للعنوان، مش هيبقى فيه اي مشكله. بس ايه المشكله التانيه؟ هيبقى الريكويري التحديث، هنعملها برضه. طب بص ليه بقى، ليه متعملتش؟ عشان ده مجرد ما هنا ادوس هنا، هنا عايز اعمل تحديث ريكويري، عايزين نحدث. تمام. طب ودي هتداس عليها منين؟ هنعمل هنا زر، هنشيل طبعا اللي هي دي الخلايا نو، وهنعمل زر مكانها وخلاص، مش مشكلة. عشان ايه؟ عشان الوقت والمجهود. وهنا هنعمل اللي هو الهايبرلينك لينك دوت، عشان تبقى ايه، تبقى يعني عند الكف يظهر فيها. وهنا نكتب كلمة تحديد. هنا بقى هنعمل تحديث الكويري، هنوصل احنا هنا العكس بقى، يعني احنا من هنا هنوصل لهنا، اللي هو للشيلد 24 اللي هو يعتبر كويري 17. ماشي،
مجرد ما ندوس على كلمة تحديد يعمل ايه التحديث بتاعه. اول حاجة هنقف عند التحديد دي، نجيب اول عنوان اول حاجة اللي هي الكوري 17 دي، بس من داخل هذا القطار الاول. هذا القطار الاول كده ايه، احنا هنا فيلم 4 وهيكون 17. ادي اول حاجه اي حاجه من جوه، بس اهم حاجه اللي يهمنا من اول هنا دي عايزينها. بعد كده هنا التجويفه اللي فوق نحاول نوصل للجزء ده. اسم ده هو ايه هنا، 184 او فورم 4. ماشي، شايف فين عشان جاي الكوري. ماشي خلاص، هو كده وصل لحد 24. هنعمل بقى ايه التحديث. الملف ده يا جماعة موجود في القناة، حمله لو عايز تبحث عليه. ملف الأكواد، خش على القناة ابحث على القناة ملف الأكواد ده هتلاقيه، حمله نسخ ألصق ايه الكويري ده. واهم شيء هنا هنشيل الاي دي اللي هنا، لو في اي دي، دي احيانا بتبقى اي دي واي دي هو بيستشعرها لوحده. لا احنا مش عايزين هو يستشعر خالص في الحاجات دي، احنا من ايه نعملها. انت شايف كده، واخد بالك انت كده، صلاحيات الراجل ده ظهرت معانا معتز اهو. احنا عايزين هنا بقى ايه نوسع شويه، يعني احنا عايزين نوسع بقى، يعني في مساحات عندنا مفقودة، يعني زي دي كده دي، عشان عايزين نشوف صلاحية الراجل كاملة. وزي دي كده، زي دي كده اهو، واحنا على قد ما نقدر اللي احنا ما نوسعش قوي، علشان برضو في شاشات صغيرة ما تتضرش في هذا الموضوع. يعني احنا عايزين ايه الحتة دي كمان تتوسع هنا. هنا مثلا ثواني بس كده نشوف بس ايه رامي دوت، رامي نبحث عشان تبقى عايز توصل. ماشي مش مشكلة. طيب احنا كده ايه، احنا كده مؤقتا كده خلصنا الادراج. في حاجات اسمها تحسين الشكل. تحسين الشكل ديت احنا ممكن
نحسن الشكل ده في الحلقة الجاية، هنعمله عملية تحسين، يعني تصغير شوية من الجزء ده وهنا تصغير شوية، بحيث دي ما نعملش شريطين كده بالمنظر ده، يبقى على ما فيش شرايط خالص، انا ما بحبش الشرايط دي، تمام؟ لان الواحد يجي يجي المستخدم يشوف اول ما يفتح كده، اول ما يفتح كده هيقول لك الله، هو الصلاحيات هم دول بس، 1 2 3 4 5 6 هم دول بس يعني الصلاحيات بتاعت الراجل ده، وممكن بقى ما يدركش ان في جزء تحت تاني، تمام؟ فعشان كده بقول لك ما بحبش الشرايط، فدي محتاجه وقت وضبط، فدي انا هعملها في حلقه جايه. لكن مضمون مضمون الشغل النهارده اتعمل الحمد لله، بتاع ادراك الصلاحيات بتاع الافندي اللي هم المستخدمين دول. المثال ده هيتحمل ورا الفيديو ده على طول في فيديو مكمل، لو انت عايز تحمل كل الشغل ده هتحمله، بس مش في الفيديو ده، في الفيديو اللي وراه على طول. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.